طيب ممكن نتكلم يعني في التوليفه الثانيه بعد ما نروح لمراسلنا في الملعب بعد اذنك كابتن محمد. ماشي، هنروح لزمايلنا شريف شعبان ومحمد توفيق من ملعب مباراه. شريف، ايه اخر اخبار عندك؟ مساء الخير، تحياتي ليك كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن من سمع كلامكم في الاستوديو يمكن الاقرب زي ما كابتن محمد يوسف كان بيتكلم في ناحيه اليمين هيكون العربي بدري. امبارح كان في تعليمات من مستر موسيماني ليه كتير في الوقفه في الوقفه في الدفاع بالاخص، ويمكن ادى تكليفات لحسين الشحات ان يتحرك ويعمل التفاهم بينه وبين العربي بدري. فخلاص يمكن حسمت امبارح في تمرين امبارح ان العربي هيلعب باك رايت وقدامه حسين الشحات. يمكن اجواء الاهلي وصل فيه السادسه وال النصف مساء، يمكن موسيماني اول لما نزل الملعب كان انبهر جدا بالملعب، يمكن جهازه عجبهم جدا الصور اللي فيه ممرات الاستاد، صور لاعبي النادي الاهلي، يمكن كان حريص يلتقط الصور الشخصيه هو وجهازه خلف صور نجوم لاعبي النادي الاهلي. طبعا النهارده تحكيمين، الحكم محمد يوسف هيكون حكم ساحه، يمكن وصل الساعه السادسه والربع. يمكن دي اجواءنا في ملعب الاهلي والسلام لما المباراة تكون في الثامنة مساء. خليني اقول لك الخط الامامي، حسين الشحات ناحية اليمين، وليد سليمان مركز 10، اجاي ناحية الشمال، وطبعا مروان محسن في الامام. دي كل اجواءنا من استاد الاهلي والسلام. يا رب باذن الله يكون الاهلي النهارده قادر على الفوز على فريق انبي والحصول على 3 نقاط جداد تضاف الى الرصيد. وعودة ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. باذن الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ومن شريف هنروح لزميلنا العزيز محمد توفيق ويكلمنا على اخر الاجواء في انبي. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك ونجوم الاستوديو التحليلي ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الدوري العام المصري ومباراه انبي والنادي الاهلي في اطار مباراه الاسبوع الثاني و30. يمكن المباراه هنا الاجواء اكثر من رائعه، في سنه هواء كده في الملعب هتبقى مع الفريق اللي بيلعب على يسار المقصوره، لكن الاجواء بشكل عام ارضيه الملعب كل شيء ان شاء الله يبشر ان احنا هنشوف مباراه كبيره بين ناديين كبار. يمكن نتكلم بقى عن اجواء نادي انبي. يمكن نادي انبي وصل قبل المباراه بساعتين كاملتين في تمام الساعه السادسه، كان ليه حديث مع كابتن حلمي طولان قبل دخوله الغرف الملابس، قال لي احنا النهارده بنلعب مباراه كبيره قدام نادي كبير النادي الاهلي. النادي الاهلي حسم البطوله، احنا لسه عندنا امال ان احنا نحسن مركزنا. يمكن احنا داخلين عندنا 45 نقطه النهارده في المركز الخامس، بنحاول ان احنا نادي بشكل كويس ونحقق نتائج كويسه في المباريات المقبله سواء النادي الاهلي او المباراتين المتبقيتين، بحيث لو في فرصه يبقى في امل على المركز الرابع مع المقاولين العرب. يمكن النادي الانبي النهارده بيلعب تقريبا بتشكيله اساسي باستثناء غياب محمد شيف، يمكن ابرز الغيابات محمود غالي الاصابه، عمرو حسام حارس المرمى، ومحمد شريف اللي بند الاعاره من النادي الاهلي بنص على عدم مشاركته امام النادي الاهلي. يمكن محمد شريف انتهز الفرصه واخذ اذن زي ما كابتن حلمي طولان قال لي، اخذ اذن منه ودخل عش الزوجيه، بنبارك له ونتمنى له يا رب تكون بدايه الحياه سعيده وموفقه ليه في الفتره الجايه. دي كل اجواءنا كابتن ايمن، عوده ليك ونجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء شريف شعبان ومحمد توفيق من ملعب مباراه.